تفضل ارجع لورا لشعيب. قاسي سعيد. قبول. قاسي سعيد. سلمي. تمريرات قصيرة تضيع من سلمي لصالح معيش ثم جنون وعبد القادر لصالح ملاح حسين داي. صفصافي مرفوعة في اتجاه هاية الحسين لكن تقص. صفصافي لبوزامة. شعيب ما كان حتى واحد لتلقي الكرة ولصالح الملاحة. جنون جنون و غلطة قلت جنون يتمكن هكذا من تسجيل هدف التعادل لصالح ملاحة حسين داي. ونشوف الإعادة بالتصوير البطيء بعد تمريرة من عبد القادر. يتمكن هكذا جنون من الانفلات ويرسل الكرة في اتجاه الزاوية اليسرى مسجل بذلك هدف التعادل لصالح ملاحة حسين داي. بينما كان الحارس تلجأ في الزاوية اليمنى وهكذا كانت قذفة جنون ذكية تمكن على إثرها من تسجيل هدف التعادل. تصبح النتيجة هكذا متعادلة هدف لهدف بين رايس القبة وملاحة حسين داي.